يشكل المجموعه في الحال، مجرد ما ايده تتشال من على الملونه يكون في الحال ماسك في ساعتها. والمطور الثاني عليه نفس الفرامل، شغالين كل الاثنين بفرامل بكابل واحد، لان الموتورين بيشتغلوا في اتجاه واحد مع بعض، يدوران شمال يدوروا الاثنين مع بعض شغالين بباور واحد، يدوران يمين يدوروا الاثنين مع بعض بباور واحد برضه. يا احمد فين ما عرفتوش هنا؟ انت وصلت لحد فين؟ ها؟ بعد نفسي يعيش بس يشوفوها على حلو ده قفص هو برضه كده حط فيه حاجات ممكن يشيلها، يتصدم بالاربع اطراف دول، حط فيه احمال اي حاجه عايز الونش يطلعها بيحطها في القفص دي ويسحبها بقى عن طريق الهوك اللي احنا شفناه، يطلعها فوق وينزلها ده بالوايرات دي. الوايرات دي بتتصدم بيها في الاربعه دول، والاربعه دول بيتحطوا في الهوك، والهوك بيسحب فوق وتحت. يعني هو دلوقتي عطلان ولا انتوا فاكينه كده؟ مش عطلان، مش انا قلت لك كان مفكوك من محطه المايه جاي على هنا عشان ما فيش شغل، بيتنيه محطوط بقى كده لحد ما يجي له حته ثانيه يروح يوم متحمل على تريلات، ويروح هناك يتعمل له الارضيه اللي بتتعمل عن طريق المدني، بيعمل له احلال في الارض ويعمل له خرسانه عاديه وخرسانه مسلحه، خرسانه مسلحه ونحط القضيبين بتوعنا والقضيبين عليهم البواجي، والبواجي على الغرفه الزلاطيه، والغرفه الزلاطيه على المصط الكبير، المصط الكبير يتحمل المصط الصغير لحد ما يوصل لايه؟ ال 79 على فكره. ال 2005 ما اعرفش لو كان معاك الشغل. ده تقيل معاك ده. ده 79 يعني شوف بقى 79 الموديل 2005 و2010 ما يكونش معاك الشغل. ده يكفي. كخامه يعني البتاع ده؟ حاجات حاجات ضعيفه. ده حديد. حاجات ضعيفه يعني. هو الثاني يشيل 10 طن. شيل 10 طن ده يشيل 3 بس، ده يشيل 3 لكن الثاني يعني مواتيره بتسخن وفي مشاكل كتيرة ويفصل كهرباء عليه. ده بقى بدل عليه 3 انا شفت انه بدل عليه 3 وردي هو شغال، الثاني ورديه واحده والكمبيوتر يفصل ويهنج ويتفرج على الكمبيوتر. معلش انا مش بطلع انزل الغطا بتاع المواتير ده ولا احسن من كده. زي العربيات بتاع زمان كده، تحس ان هي لو خبطت في حاجه ما يحصلهاش حاجه، اللي هي البيجو والحاجات القديمه دي. بتاع دلوقتي الخبط تخبط الفورد والحاجات اللي هي بتاعت ده لو لا قدر الله فين بالبنزين ولا حاجه ما يلف، تعال اتفرج على الثاني. ده فعلا فعلا ده بعير بيه الوينش، معاير الوينش. المفروض ان انا باجي احير الوينش ولا محمل الثقل ده اهو، ده اثنين ولا ثلاثه؟ اثنين ونص. معاه قطعة صغيرة كده برضه، تعب صغير كده جنبه. 10% بيشيلوا الونش واطلع انا علم السويتش، تعاير من السويتش لحد ما يوصل معايا. اول ما يحمل اللي هو اللم الثاني اللي بتاع لا وبتاع يحمل كده، اول ما يحمل وما فصلش ادنن انا معاه لحد ما يفصل، عشان ما يشيلش اكتر من 2.5. وعلى صدر اللين ده برضه بعايره على في ليمت سويتش تاني في ال بيعاير اللي هو الثلاثة طن اللي هي الأحمال بقى، برضه ليمت سويتش تاني هناك على رأس العربية من هناك. تيجي نبص على موتور العربية برضه، مش موتور العربية برضه على فرامل اللي واحد. ملفوف على الدرام ده واير ريا بيري اللي هي على الدرام الكبير ده، شفنا فوق هناك على الدرام الكبير ده بيجي من فوق ينزل على نيت البتاع، يخش في العربيه اللي هي احنا شفناها مبنيه هناك، وينزل من العربيه على الهوك ويطلع من الهوك تاني يجي اضرابات لنا اهو. هي عباره عن سكه كده، اول ما يجي واير يحصل حمل زياده عن ثلاثه طن تقوم دي مضغوطه كده اهو، شايفه بتتحرك اهي مضغوطه كده اهو، ضغط الليمت سويتش ده اهو، تقوم خسر لي الحمل لو زاد عن ثلاثه على الست. ده الليمت سويتش اهو برضه بأعراضه، في توصيله معينه برضه عندنا على الرسمه نشوفها.
طب ده بيفصل الكهرباء ولا بيفصل الميكانيزم؟ بيفصل الكهرباء على طول. يفصل الكهرباء هو بيرفع لسه كده، رفع الحمل، والحمل زاد عن 3 طن، انا ظابط على 3 طن. لو رفع زاد عن 3 طن يوم الليمت سويتش ده حصل شد على الواير، بيشد دي يقوم يضغطها كده على السويتش ده اهو، يقوم زي الاول كده اهو فاصل فاصل للحمل. لازم الورنيش ينزل تاني ويقلل الحمل تاني عشان يرفع يطلع فوق تاني. ده موتور العربية اهو برضو على الفرامل اللي واحد هناك ايه على درام، والدرام ده شايل الواير بتاع العربية اللي بيروح على الشيب قدام ويرجعه ورا تاني عن طريق الدرام، يلم الواير ويفرد واير. الموتور ده اهو وظيفته يلم الواير ويفرده، والواير ده مرتبط ماسك العربية بيوديها قدام ويطلعها ويرجعها ورا على الجيب. الجيب ده بداية الجيب اهو، الجزء اللي احنا واقفين قدامه ده بداية الجيب. الجيب ده عبارة عن حوالي 6 وصلات بيركبوا في بعض، دي وصلة واحدة منهم، دي الوصلة دي السودة دي وصلة واحدة منهم من الست وصلات، بيركبوا في بعض بقى كده لما يوصلوا 45 متر. دي أول وصلة منهم، والباقي اللي جنبك بقى الباقي الوصلات دي ده جزء تاني اهو، ده جزء تاني. العربية بتمشي كده بقى على الجزء ده اهو، بس مين مقلوب المثلث ده مقلوب، ده هي فوق واللي ده تحت، ودي ماشي على العربية تحت. العربية اللي احنا قلنا البكر دي بيخش في المجرم اهي، يمشي على دي على الجزء ده على العظيم ده. هذا جزء اهو ولا الثاني اهو ولا الثاني ده، هم كلهم بيبقوا 5 اجزاء كده بيركبوا في بعض عن طريق دي، بيفصلوا في بعض عن طريق الحاجات دي بتربط في بعض كمان. لما تتفرد 45 متر يجي ويش يشيلها بحالها كده اهو 45 متر، يحطهم لفوق يربطهم لي في ايه؟ في الكات هيد اللي هناك اللي احنا كنا واقفين قدامه الناحيه الثانيه. كل سنه منهم سنه ونص يروحوا يتركبوا على الغرفه الزلاطيه السوداء ديت، فيها كمر بارز كده يخش منها يخش في البيت ده الكمر اللي هنا اهي، والناحيه الثانيه في الكور بتاعنا بيكون متلبس كده في الكمرتين الاثنين مجموعه كده ومجموعه كده على 4 اتجاهات.